لكم التحية في كل مكان. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة صباح الشروق، ووصلنا للجزء الثاني من حلقتنا. وأنا سعيد جدا بأنه يكون معي واحد من الأقلام الصحفية الشابة استطاع نجمها مؤخرا على مستوى الحوارات، تحديدا الحوارات الصحفية والحائز على جائزة التميز، محجوب محمد صالح. صحيح. مؤخرا رحب بك أستاذ صديق دلاي، حضرك. أهلا وسهلا، مرحب بكم، وأنا سعيد بالمقابلة دي، ونتمنى أن نكون مفيدين للمشاهد الكريم. نعم، ونتكلم عن الجائزة أول حاجة. الجائزة أولا، الشرف الكبير أنها تحمل عنوان الأستاذ القامة في الاستقامة والمهنية الصحفية. وأنا قبل فترة ليست بعيدة كنت أتناقش مع الأستاذ البروف علي شمو، وكان يحدثني عن تاريخ الصحافة السودانية وكيف أنجبت أفزاز، فكان الحديث تعويضا وتسكيرا وإشارة إلى الأستاذ المحجوب. نعم. وتحداني الرجل بكل تاريخ التوثيق، وقال لي أتحداك أن تمر على مقالات الأستاذ محجوب وأن تجد فيها إساءة أو إفراط أو طرح ناقص. ولذلك الجائزة الحقيقية للأستاذ من منصة الأستاذ محجوب محمد صالح هي هذه الاستقامة المهنية وهذا التجرد للوطن وللمهنة. نعم. فضلا عن ذلك، نحن نعتقد أن الصحافة مرت بعهود كثيرة، وكانت دائما هي التي تفتح شرايين المواطن العادي وتقدم له المعلومات. وأعتقد واحد من الصحفيين قال قولة مشهورة، أن داخل كل صحفي نوع من الاحتجاج، أو لابد أن يكون يساريا. الصحافة قائمة على الاحتجاج. وأنا من هنا أحيي صقار المحررين، هم الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا ويقدمون التحقيقات الاستقصائية والحوارات الذكية والأخبار الصعبة، ويقدمونها يعني في الصباح الباكر للمواطن حتى يكون مواعيده وتوقيته مع المعلومة الصحيحة. هنالك عشرات جنود مجهولين يعني. نعم. أنا قبل قليل كنت أحدثك عن العمل الشاق الذي تبذلونه أنتم. نعم. من الجنود المجهولين المصورين، ونحن عندنا في الصحافة الورقية الموضوع أسهل. نعم. من ذلك بكثير. ولذلك عودة إلى الجائزة وإلى مزاج الجائزة، أنها في الحقيقة كرمتني مرتين. مرة بهذه المنصة اللي هي مثال في المهنية والاستقامة والتجرد. نعم. ولا نقول الحياد. نعم. لأنه صعب وغير مطلوب. الشيء الثاني في هذا الموضوع هو نوع الحوار الذي فزت به، وهو مع شاب صغير من جبال النوبة كان مشاركا في الحرب، وفي هذا الوقت بالضبط الآن يعمل في مستشفيات الخرطوم ممرضا. يزعف المرضى ويداويهم ويجري بين المرضى ليعالجهم، مع أنه الطبيعي أن تكون نتيجة هذه الحرب وهذا الشاب. نعم. صغير جدا. أن يكون مليء بالحقد والقبن والطاقة السلبية. نعم. أنا قدمت هذا الحوار وكنت متأكدا وواثقا. لماذا؟ لأنني أيضا متأكد وواثق من حيادية اللجنة وشجاعتها أيضا. أنا أصفها بالشجاعة لأن الحوار لم يجرى مع شخصية بارزة أو لامعة أو نجم، إنما الموضوع وعمق الموضوع وهدفه الكبير. نعم. والتجلي الذي أبداه هذا الشاب وتوصيفه الدقيق وخياله الذي من المفروض أن يكون ليس بعيدا، إنما يصف الحقائق بدقة. طيب، فوصف أجواء الحرب. نعم. ووصف لأي درجة كان جنديا يحمل الجرحى على مجموعة من الحمير مع الصبايا الآخرين. وذات مرة سأل أبيه وأعمامه لماذا تحتفظون بهذا الكم الهائل من الأسلحة هنا في بيوتنا، فأجابهم. على أي حال هذا الفيلم سيتحول بعد
فترة وجيزة إن شاء الله لفيلم وهو مليء بأصوات. هيكون فيلم ناجح جدا بالمناسبة اللي ما قلت أنت لعمق الفكرة ولاختلافها حتى يعني واختيارك الموضوع ده، وده بقودني طوالي مباشرة للسؤال الذي يفرض نفسه. يعني أنت ميال للحوارات أكثر من الكتابة الأعمدة على مستوى مسيرتك يعني. نعم أنا ابتدرت نوع مختلف من الحوارات محتفظ بالمهنية والعفوية، وأنا أعتقد أنا لم آتي صدفة لهذا الموضوع، إنما هي رؤية صحفية متكاملة. وأعتقد أن الحوار بطبيعته البسيطة وأسئلته الصغيرة والإجابات الصغيرة كان مغروء جدا، وكان يعتمد على الوانتو، ولكن أسئلة أنا أعتقد أنها مضبوطة ومقصودة ومنتجة بلياقة عالية من المراقبة ومن الترصد الحميد. نحن بنسميها كبسولة عندنا هنا في التلفزيون. أيوة بالضبط طبعا. نعم. وهي حوارات أنا أعتقد وجدت قبول من القارئ أولا، ووجدت قبول كبير جدا، وتصابغ عليها رؤساء التحرير ليتعاملوا مع هذه الحوارات. نعم. وأعتقد أن الشيء الأساسي في هذا الموضوع هو تبسيط الأسئلة والاعتماد على الإجابات الصغيرة ومحاصرة الضيف حتى ينتج معلومة. وأنا أعتقد أن حوار الشخصية هو المهم، حتى مع الشخصيات السياسية الكبيرة والنجوم، حينما تسأله كيف تصف لي مثلا محمد في 7 من عمره وهكذا، يعني بعد ذلك أتدرج معه كيف درس وكيف أختار وما هي علاقته مع الآخرين. من هذا الحوار يخرج القارئ بفهم لشخصية هذا النجم أو هذا السياسي. نعم. كيف يفكر وكيف تخرج منه العبارات. نعم. ده برضو قدني طوالي لسؤال المنهج، يعني ما هو المنهج الذي يتبعه صديق دلاي؟ هو منهج أن تكون أمينا مع الضيف، وأن تطرح الأسئلة كلها في بطريقة مبسطة. نعم. إيقاع الحياة السريع بات هو المسيطر على القاري. فضلا عن ذلك، أن تعريف الصحفي أنه ليس مسجلا. نعم. انتهى عهد الصحفي الذي يأتي ويضع المسجل أمام الضيف ليقول ما يشاء. نعم. وهذا الحوار سيكون مرفوضا، وسيكون الضيف عبارة عن يعني تسجيلا مطولا. الإجابة لا تتحمل 2 كلمات، فإذا استنفر الضيف كل قواه واستسهل الحديث أنت ستعرض نفسك للملل مع القارئ الكريم. التحرير ذاته بيبقى صعب. نعم نعم. فضلا عن ذلك، نعم. أنا لدي مئات الحوارات لم تخرج عن السياق أبدا، وكان هنالك غضب من بعض الذين حاورتهم، وذلك بسبب مستوى المعلومة أو المين شيت أو أحيانا الاستدراج للضيف أيضا لكي يخرج المعلومة الصحيحة. من هم أبرز من حاورتهم سواء كان نجوم أو سياسيين؟ كلهم، جميعهم بكل المستويات. نعم. على الإطلاق الدكتور شداد، هاشم صديق، صلاح قوش، على الإطلاق كل المستويات، كل النجوم. نعم. وكل أنواع الحوارات أنا يعني ولكن قل لي ما الحوار الذي لم ترضى عنه؟ نعم. أنا أعتقد مع وزير المالية الأسبق كان حوارا لم أكن راضيا عنه. لماذا؟ أبدا. ربما حضور الضيف. نعم. أيضا هنالك حوار مع التشكيلي، التشكيلي مع عبد المجعل. نعم. بنسى اسمه طوال. من التشكيلين الكبار ولا الشباب؟ الكبار. الكبار. نعم. عنده هنا في الجريف مركز كبير.
راشد دياب. راشد دياب، أنا كنت أقصد من الحوار أن نسترسل في الإجابات وأن نطوف حول المواضيع بخفة وبعمق. فوجدته مركز تركيز عالي، وكان يتكلم كلاما أكاديميا جافا. أنا حينما أتحدثه عن الألوان وعلاقته مع الألوان، يعرف لي الألوان وما أدراك. فلم أكن سعيدا بهذا الحوار. ولكن على الصعود الأخرى، كل حواراتي كانت ذات نجومية عالية بحمد الله. وأنا أعتقد أن الرضا هو طبيعة هذه الحوارات. صحيح. مرة وصف لي حسن إسماعيل وهو في الضفة الأخرى من مما يقف منه مع الثورة، أنا ومع الحرية والتغيير، فوصف أن صديق دلاي حينما يجري الحوار كأنما يتناول معك سيجارة ويمشي بك على النيل وتبدأ الونسة. أيضا أنا أسرغ الضيف من نفسه، بمعنى أني أجعله يتحدث بأمانة، وهذه هي الموضوعية والمهنية التي يجب أن ينتبه إليها الجيل القادم من الصحفيين. ما رأيك؟ ده سؤال طوالي بفرض نفسه برضو بعد كلامك ده في أمانة ومهنية الصحفيين، سواء كان هذا الجيل أو الجيل أو الجيل السابق. الأمانة الصحفية كيف تراها الآن؟ ممكن أديها كم في المئة؟ ما أستطيع أن أعطيها إجابة رياضية، ولكن ممكن أن أصف هذه المواضعة من خلال الرضا والرفض من القارئ ومن المشاهد. هنالك ملاحظات كثيرة جدا على الصحفي وعلى مقدمي البرامج وعلى السوشيال ميديا، وهنالك نواقص كثيرة. نحن نتحدث عن إبداع ومواهب، ونحن نتحدث عن الذي يصنع الفريق في هذا الموضوع. بكل أسف الساحة الصحفية، وأعتقد القنوات حتى هي، والدراما والمسرح باستثناء الفن مع بعض الملاحظات، أنه ينقصنا الكثير. إذا نظرنا إلى الجيران في مصر وجدنا المحاور اللبق، والمحاورين الذين وضعوا بصماتهم وروحهم على المشاهد والقارئ. وأنا دائما أضرب مثل بوفاء الكيلاني وببسمة وبآخرين سيطروا على المشاهد وأنتجوا أخبارا وأنتجوا زخما في الصحافة والحوارات. نعم، بعض الناس بيقولوا إنه مؤخرا بعض الحوارات الصحفية تحديدا هي حوارات علاقات عامة ليس إلا، هذه هي المصيبة. وأول من يتضرر من حوارات العلاقات العامة هو الضيف. صحيح. الذي يعطي إشارة بشكل ما إلى العلاقات العامة. القارئ حصيف وغير صبور على أي نوع من الخدعة، وتسويق الضيف من خلال الحوار يوضح من المين شيتس ويوضح من طبيعة الأسئلة وطبيعة الأجوبة. لذلك الذي يخسر هو أولا الذي يحاور، وثانيا الضيف. والفيدباك هو خسارة كبرى على هذا الموضوع. حوارات العلاقات العامة تؤثر أيضا في درجة التفاعل وكشف الحقائق، وتضع استفهام وتعجب. لماذا يلجأ المحاور أو الصحفي إلى هذا النوع من حوار العلاقات العامة وهو غير منتج حتى للضيف وللمحاور؟ وهي ثقافة فيها إدانة كبيرة على المهنية وعلى الاستقامة، ولذلك هي مستهجنة جدا ومضرة للطرفين. كيف ترى مستقبل الصحافة الورقية، وأنت رئيس تحرير صحيفة المستقبل الإلكترونية؟ كيف ترى الورقية، كيف ترى مستقبلها؟ هو تكلم الناس، طبعا الناس تكلموا عن موت الكتاب، كما تكلموا عن موت المثقف، كما تكلموا عن أنه لم تعود الجريدة هي الجريدة ولا الكتاب هو الكتاب. طبعا أخي محمد، إذا الآن ذهبت إلى شارع الجرائد وهو في الخرطوم شرق، شرق شارع القصر، هذا المكان كان سوق. صحيح. سوق حقيقية. صحيح. في الشوارع الجانبية وفي الأزقة وفي كده،
فهنا يلتقي الصحفيون والمحررون ويتناولون أخطر الأخبار. صفة أساسية في المحرر وفي الصحفي أنه يمتلك المعلومة وأنه له القدرة العالية على ربط الأحداث، ويعتبر من أهم المتحدثين في الشأن السياسي والشأن الفني. ولذلك هذه الأماكن الآن أصبحت خالية من الناس تقريبا، سوق الصحافة تقريبا انتهى، وما يصدر حاليا من صحف للبقاء وللبقاء أكثر. وأعتقد أن القطاع الصحفي تضرر جدا من هذا الموضوع وهرب، ربما جاء إليكم في التقديم وربما ده سؤال موجه أنه فارل ديو مساحة براو كويس. لكن نواصل في موت الورق. هذا شيء طبيعي، لأنه ثورة الإنترنت والإيقاع السريع الآن في السوشيال ميديا وفي صفحتك على أقل تقدير، أنت تشاهد على مستوى الواتساب وعلى مستوى الفيسبوك، يعني ظهر كتاب خطيرين ثقار وعندهم عبارات وجمل ولديهم رؤية وعندهم موهبة في التعبير وفي جمال العبارة، وعندهم أيضا رؤية في الاختراق. ولذلك ظاهرة كاتب الشباك انتهت، وظاهرة احتكار النجومية لبعض النجوم الذين شاهدناهم قبل 10 سنوات أيضا هذه الظاهرة انتهت. الآن التدفق الكبير للأخبار أحدث التشويش، وأصبح سوق الشائعات يزاحم الحقيقة، ولذلك أصبحت المواقع تلهس وراء الأخبار. وهنالك قضية أخرى، وهو هذا الكم الهائل من تدفق الأخبار يشوش على التركيز ويخلق نوع من القلق والتوتر اتجاه الأخبار المنتشرة. في هذا المناخ ربما الصحف، الأخبار المنشورة في الصحف تجد يعني مصداقية وتجد احترام أكبر، تجد متابعة وتجد اهتمام، ولكن موجة السوشيال ميديا كبيرة جدا ويعتمد عليها، كما نشهد حاليا في جريمة بري. هذه الجريمة الصعبة والشنيعة والتي توقف عندها جميع الناس بإحساس مؤلم، وما زالوا يتابعون ويحاصرون الشرطة أن تخرج بيان. طلعت بيان الشرطة طبعا، طلعته تقريبا صباح اليوم أو مساء الأمس. البيان كان مغتضب جدا وكان ذكي جدا، وأعتقد أنه تم تحريره بعناية فائغة وبعيدا عن الشرطة التي تغمع المظاهرين السلميين. نحن نحيي هذا الجهد في المباحث الجنائية وأيضا في المراكز الأخرى المختصة بهذا الموضوع، ممن جاءوا في مسرح الحادث وأدوا عمل مهني كبير. نتمنى أن يكلل بالنجاح وأن يعلن عن من الذي غام بهذه الجريمة التي أرهقت الناس على كل الأجيال. هذه جريمة مخيفة وصعبة على الإحساس العام. سؤال، لأنه قال لي زمانك ما باقي فيه كثير، وهو أنا كان مفترض أسألك من الهروب الصحفي من الصحافة يعني والهجرة، وبعضهم هجر هذه المهنة لكن بعضهم تحول إلى مقدم برامج، يعني كيف ترى ذلك؟ هل أي صحفي شاطر ممكن أن يكون مقدم برامج شاطر؟ كأني أرى احتجاجا على هذا الموضوع. أنت ابن الشاشة، لا تسميه هروب، بل هو إجبار على أن يقادر وهو أكل عيش. فحينما يعني تم تخفيض هذا العمل الصحفي الكبير وتم إغلاق معظم الصحافة وغلى التوزيع لأمور مفهومة ومنتشرة ومبررة، انتقال الصحفيين ومزاحمتهم في العمل في الشاشة، هم هنالك ندية وهنالك يعني تعصب، كما يتعصب خريج جامعة الخرطوم لجامعة الخرطوم هنالك تعصب للمهنة، وهم يقولون أن سبب التعمير
القنوات بهذه المادة، إنما هو بسبب الصحفيين، بل يقولون أكثر من ذلك. نعم. أن النجاح الذي يتقنى به أو تعمر به الشاشات هو من بستانهم أو من أغلامهم. نعم. عموما هذه مظاهر حميدة في التنافس وفي الاحتجاج على هذه المساحات المأخوذة. وكما تعلم أن ميدان الصحافة وميدان الإعلام على العموم لن يبقى داخله إلا صاحب موهبة. صحيح. وأنا دائما أضرب مثل بوجود قوانين الفيفا. لو تذكر أخيرا تم الإعلان عن زمن إضافي زايد. صحيح. هو ده يعود إلى أنه أي زمن فيه تعطيل للموهبة أو فيه تعطيل للكرة تكون متحركة. نعم. هذا يعتبر زمن محسوب عليك. نعم. المفيد في هذا الموضوع أن قوانين الفيفا اعتمدت أو تعتمد أكثر على أن أي لاعب غير موهوب لن يكون مكانه المستطيل الأخضر. صحيح. بالفعل القاري والمشاهد يحاكم أو يحاكمكم أنتم مثلا في الشروق أو في أي قناة أخرى بأن الريموت في يده. صحيح. ولذلك أنت كمدير عام أو أنت كمشرع لماهية هذه القناة، ما لم تحتمد الموهبة والإبداع لتضمن المشاهدة وهذا سوق الجيد في هذا الموضوع، هذا سوق. ما لم تضمن هذا الموضوع بهذه الجدارة ستخرج من السوق. ولذلك أنا أعتقد أن تزاحم الصحفيين وأصحاب الأغلام والهجرة الإجبارية من الورق إلى الشاشات فيها كثير من الملاحظات. وأنا أعتقد أن كثير من مقدمي البرامج يجب أن ينتبهوا إلى أخذ أو استقلال الحرية بشكل أكبر. وفي كثير من مقدمات البرامج من أخواتنا المذيعات هم بيكونوا معسمين جدا في شكلهم وبيخصم من درجة التركيز. لو لاحظت في الشاشات الكبيرة والقنوات الكبيرة لاحظت لهذا الموضوع وخلقت حركة في الاستوديوهات وجعلت إنه المذيع، وده أنت أنا ما لعنك أنت قدامي، ولكن أنت مشهور حتى في قناة النيل الأزرق بأنك بتكون طبيعي. نعم. تكون طبيعي عشان المستمع والمشاهد يتعامل معك يحس بالانتماء. نعم. نعم. فضلا عن ذلك في الزمن الجاي إحنا حنشهد أو حنشاهد المونتاج حيقلل. صحيح. والتلفزيون الواقعي الآن ينتشر مباشر. بالضبط. أيوة. صحيح. فالوسيط ينسحب من هذه المواضعة. آه. ما بين المشاهد وما بين القنوات. نحن برضو حنواجه نفس المشكلة، والناس بدوا يتكلموا عنها حقيقة، بأنه تلفزيوني لا زوال، لأنه تلفزيونك في تلفونك. صحيح. أنت اللي بتحدد وقت المشاهدة، أنت اللي بتحدد المادة اللي عاوز تشاهدها. صحيح. فكل الناس لجأت إلى الهاتف. المهم غاية كلها أمهاتنا يكونوا قاعدين في التلفزيون الفترة الصباحية. أنا أشكرك جدا والله أستاذنا صديق دلاي على هذه المعلومات وعلى هذا الحوار القصير. نوعد بأنه حيكون في حوار أطول، صحافة فيها كلام كثير مفترض يتقال. وأشكرك المرة الثانية. أنا شاكر جدا، وقبل ما أجي هنا أنا مبسوط من أدائك الطبيعي. تسلم يا رب. يعني طريقتك اللي هي أنا أعطيت تشبه حواراتي على الورق. نعم. أن تكون طبيعي، أن تكون بسيط، أن تكون عفوي، أن تكون أمين ومباشر. هذه هي المهمة. صحيح. شكرا جزيلا. شكرا. في كل مكان تقبلوا تحيات كل الفريق العامل اللي أنتج معنا هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء، لكن يوميا في صباح الشروق. خلوا بالكم من روحكم وبعدين المشاكل. السلام عليكم.